أخبار اليوم. الفن عنوان هذا الحدث. الفن هو النور والتقدم قصاد الظلام والتخلف. لذلك بشكر الجامعة وكل الطاقمين على هذا الحدث وعلى سير عايز أقول الأستاذة القديرة المنظمة العظيمة اللي بنناديها وبتحب دائما إن احنا نناديها ماما نوال. والأم الأمومة احتواء وحنان وقدوة، فهي طول عمرها بتحتوي وتقدم الحنان ودائما قدوة لكل الأجيال. يا بركة الأجيال، تحية كمان لماما نوال. وبعدين أنا بشكر كمان الجامعة إنها شرفتنا وارتبطنا علشان نبقى حضرتك للتحكيم. طبعا أستاذنا وأستاذ الأجيال دكتور رمسيس مرزوق الذي حصل على لقب فارس من فرنسا الجميل اللي وصاحبة نظرة الثاقبة ومنارة من منارات السينما اللي هي زاوية اللي أقامتها الأستاذة مريم كودي المنتجة. قبل ما نعمل الحوايج بس عايزين نوضح نقطتين في أي محاضرات. الأفلام لازم كلها تبقى من نوع واحد، يعني لازم تبقى كلها يا أفلام تسجيلية يا أفلام روائية. في هذا المهرجان كان في النوعين، فاحنا استبعدنا او مش استبعدنا، يعني حكمنا على الافلام التسجيليه لوحدها وعلى الافلام او الفيلم الروائي الوحيد لوحده عشان تخليه نقطه واضحه للجميع. تاني، عشان الشباب اللي قدامنا الفيلم التسجيلي يا جماعه لازم تكون مديتهم من الواقع وتحاول تقديم معالجه خلاقه لهذا الواقع، عشان برضه لسه بفهم يعني ايه فيلم تسجيلي. الفيلم التسجيلي تطور رهيب جدا جدا جدا، وفي مخرجين عالميين زي مايكل مور وغيرهم، بقت افلامه التسجيليه بتجيب ايرادات وبتجيب جمهور وبقى تاثيره اقوى بكتير حتى دلوقتي من الافلام الروائيه. فده الموضوع ده لازم يبقى محطوط في ذهن اللي بتعمل افلام تسجيليه، انت بتعمل معاك سلاح قوي جدا جدا في الدومين اللي احنا موجودين فيهم دلوقتي.